هذه قصة الأندلس، تاريخ طويل وعصر من الذهب الخالص والحسرة. كتبت صفحاتها الأولى بالكثير من البطولات والتقدم العلمي والازدهار، بينما نقشت السطور الأخيرة بالخيانات. كان تاريخا يروي شرفا عظيما وعلوا كبيرا، وذكرى رسمت بالدموع والحسرة. كيف وصل بنا الحال إلى هنا؟ كيف لعصر امتد 800 عام حول العرب المسلمون شبه الجزيرة الإيبيرية إلى جنة نضرة؟ كيف له أن ينهار ببساطة؟ أو كيف لمدينة كان العلم منتشرا بها كانتشار النور الذي يجلي الظلام أن تفقد قوتها؟ ما هي الأخطاء والكبوات التي وقع بها أسلافنا؟ وما هو السبب الحقيقي لانهيار الدولة؟ هذه القصة الحقيقية الكاملة لسقوط الأندلس. بدأت القصة منذ بداية الفتوحات الإسلامية التي أطلقتها الدولة الأموية من شبه الجزيرة العربية وحتى شمال إفريقيا، وصولا إلى المغرب الأقصى المواجه لشبه الجزيرة الإيبيرية. تتابعت الانتصارات والفتوحات، ومن أهمها في هذا الموضوع معركة وادي لكا الواقع في قادس ضمن الأراضي الإسبانية اليوم. ففي 28 من رمضان الموافق 19 من يوليو لعام 711 من الميلاد، وقعت معركة وادي لكا بين قوات الدولة الأموية بقيادة القائد طارق بن زياد وجيش القوط الغربيين بقيادة الملك رودريك. انتصر الأمويون في تلك المعركة انتصارا ساحقا أدى لسقوط دولة القوط الغربيين، وسقطت معها معظم أراضي شبه الجزيرة الإيبيرية تحت سيطرة الأمويين. فامتد الفتح الإسلامي في باقي الأراضي شمالا إلى أن اصطدم المسلمون بمعركة بلاط الشهداء عام 114 من الهجرة الموافق 732 من الميلاد، التي كانت بين قوات المسلمين تحت لواء الدولة الأموية بقيادة والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي، وبين قوات الفرنجة والبورغانديين بقيادة شارل مارتون. انتهت بانتصار قوات الفرنجة وانسحاب جيش المسلمين بعد مقتل قائده عبد الرحمن الغافقي. بعد الهزيمة في هذه المعركة توقف المد الإسلامي، ويقول المؤرخون لو أن المسلمين انتصروا فيها لكانت معظم دول أوروبا بما فيهم فرنسا وألمانيا أصبحت دولا إسلامية، إلا أنهم توقفوا عند حدود الأندلس وبنوا فيها حضارة عظيمة ما زلنا نكتشف آثارها الإيجابية وحسرة سقوطها إلى هذا اليوم. انتشر الإسلام في الأندلس على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير، وبقي الإسلام فيها 8 قرون متوالية. قامت فيها الدولة في البداية على أسس العدالة والنهج السوي، وانتشر بها العلم والتعليم، وعرفت أولى الجامعات العالمية التي ضمت طلابا من مختلف أنحاء العالم. كان على من يرغب في الحصول على علم فائض ومعرفة كبيرة أن يتعلم اللغة العربية لكي يستطيع الدراسة بها، فقد كانت الأندلس فردوسا للناظرين وأرضا خصبة جمعت الجمال والعلم والثقافة والاقتصاد والرفاهية الاجتماعية والعدل والمساواة. دامت في تقدم ونمو بدون أي مشاكل أو اختلالات على مدار 330 عاما، إلى أن بدأ عهد الطوائف الذي كان بداية عهد الاضطرابات والفتن، ومن ثم الانحدار والانكماش، إلى أن سقطت الأندلس تماما بعد سقوط غرناطة آخر معقل للمسلمين عام 897 للهجرة الموافق لأواخر عام 1491. فما هي الأسباب لتلك الأعوام المديدة
التي أدت في النهاية إلى سقوط الأندلس بعد حكم إسلامي دام فيها 800 عام. ما هي الأسباب التي يجب علينا دراستها جيدا لنعلم كيف تنقلب القوة إلى ضعف والعزة إلى ذل، كي نجتنبها ونستفيد من أخطاء أسلافنا بما ينفع حاضرنا ويقوم ضعفنا. مع بداية عهد الطوائف في الأندلس حل على المسلمين حالة من الرخاء أدت بهم إلى الابتعاد وبشكل تدريجي عن منهجهم والأسس التي قامت عليها قوتهم. أضف إلى ذلك الانقسام والتفرق الذي امتد إليهم بالدسائس التي أوقعها بهم ملوك أوروبا عن طريق دعم حزب على حزب ونفخ السموم بين ملوك الطوائف الذين انغمسوا في الشهوات ومالوا مع المائلات. يقول خوسيه أنطونيو كوندي وهو مؤرخ وكاتب إسباني: سقط العرب عندما نسوا فضائلهم التي جاءوا بها وأصبحوا على قلب متقلب يميل إلى الخفة والمرح والاسترسال في الشهوات. إن الأندلسيين في أواخر أيامهم ألقوا بأنفسهم في أحضان النعيم وناموا في الظل الظليل وتقلبوا في الغنى الواسع والمجون، وتركوا فضائل أسلافهم البواسل في الكر والفر والحرب والاستعداد. عندما دخل المسلمون الأندلس كان نشيدهم التوحيد وقائدهم طارق الذي نشر الإسلام فيها بعد 3 سنوات فقط، فاستمر حكم المسلمين فيها وقوي بفضل الله وبهمة القائد المحنك عبد الرحمن الداخل الذي قال عندما قدم إليه الخمر: أريد شرابا يزيد في عقلي لا ينقصه. وبعدما ذهب الفاتحون والقادة المؤيدون أصبحت الأندلس يوما بعد يوم تغرق في لعبة قذرة رسمها ملوك أوروبا لتدمير المسلمين من الداخل عن طريق اللهو والأغاني والمجون والخلاعة، ومن ثم التفرقة والتبعية وحمية الجاهلية، وأخيرا إلى الرضوخ والولاء من ملوك المسلمين إلى ملوك الصليبيين، إلى أن أعلن أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور إلغاء الخلافة عام 422 من الهجرة، فتحولت الأندلس من دولة واحدة متماسكة إلى دول وطوائف بلغت 27 طائفة متقسمة متناحرة فيما بينها، وسرعان ما تحول هذا الخلاف إلى نزاع بين ملوك الطوائف المقسمين. كان عهد دول الطوائف من أكثر عهود التاريخ الأندلس تعقيدا وتشابكا واضطرابا، ففيه انفرط عقد البلاد وانقض القوي على الضعيف، ولجأ الضعيف إلى التحالف مع الصليبيين، وكانت الممالك المسيحية في الشمال تتزايد قوتها، فقامت ممالك صليبية على إثر ضعف المسلمين مثل مملكة قشتالة ومملكة أراغون ومملكة ليون والباسك، وما عمق في جروح الأندلسيين الحروب بين دولة بني ذنون في توليدو طليطلة مع ملك سرقسطة بن هود، لجأ الطرفان فيها بلا خجل يطلبان مساعدة ملوك إسبانيا الصليبيين على بعضهم، وكان الصليبيون يساعدون المسلمين بكل سرور مقابل الحصول على مال أو قلاع أو أراضي أو حتى مدن كاملة. استمر النزاع بين طليطلة وسرقسطة من سنة 1043 إلى سنة 1046، وفي ذلك الوقت كانت ممالك الصليبيين تتوحد فيما بينها وملوك الطوائف يتقاتلون، فتوحدت مملكتي قشتالة وليون تحت صولجان الملك ألفونسو السادس الذي قام بالاستيلاء على طليطلة بالكامل عام 477 للهجرة الموافق لعام 1085 من الميلاد. نتيجة التمزق السياسي وتفرق كلمة المسلمين في الأندلس وانقضاض الفرنجة على البلاد ونهشها القلعة تلو الأخرى، التمس الأندلسيين المساعدة من دولة المرابطين والجيش الذي لا يقهر بالمغرب الأقصى، خصوصا بعد أن أمعن ألفونسو السادس في إذلال ملوك الطوائف المجاورين لبلاده وفي تطاوله على الإسلام
إلا أن ملوك الطوائف أصابهم الخوف من القوة الجديدة الآتية من الجنوب، والتي قد تزيحهم عن عروشهم، لأنهم لا يدركون أن المرابطين جيش خرج لله لا للمال. فأرسلوا وفدا إلى المغرب لمقابلة أمير المرابطين يوسف بن تشفين، وطلبوا منه العبور إلى الأندلس لمساعدة الأندلسيين. فعندما علم يوسف أسد المرابطين ما جرى للمسلمين، قام بتحضير جيش المرابطين الذي جعلت الشمس من جلودهم دروعا، وبنى الإسلام والمنهج السليم في قلوبهم حصونا لا يمكن لأحد أن يخترقها أبدا. فأعلن يوسف النفير بالمسلمين لمساعدة إخوانهم في الأندلس، فجاءه المدد الكبير من مراكش ومن الصحراء والزاب ومن مختلف نواحي المغرب. كان جيشا بأجساد بشر وبقلوب الأصول. سار الجيش إلى الأندلس في 15 من ربيع الأول عام 479 من الهجرة، الموافق 30 من حزيران يونيو عام 1086، ووجه خلالها رسائل إلى ملوك الطوائف يستنفرهم للقتال. فكان أول من لبى الدعوة صاحب غرناطة عبد الله بن بلقين الصنهاجي، وأخاه تميم صاحب ملقة، وأرسل ابن صمادح ملك ألميرية ابنه المعز، وتوافد أيضا أصحاب الثغر الأعلى وابن ذنون وبنو عزون. سار هذا الجيش العرمرمي حتى حط رحاله عند سهل سلاقة الذي يبعد عن بطليوس 8 أميال. وفي تلك الأثناء كان الملك ألفونسو مشغولا بمحاصرة سرقسطة، وعندما سمع بقدوم المرابطين أسود الصحراء قام فورا برفع الحصار وعاد إلى طليطلة، واستدعى الجنود والفرسان من الممالك المسيحية المجاورة، فجاءوه من إيطاليا وفرنسا ومن مختلف أنحاء أوروبا، ففاقوا جيش المسلمين عددا، والتحم الجيشان الصليبي والإسلامي في معركة زلاقة في 12 من رجب لعام 479 للهجرة، الموافق 23 من تشرين الأول لعام 1086 من الميلاد. فانتصر فيها المسلمون نصرا كبيرا قورن بنصر القادسية واليرموك، ولقب يوسف بن تاشفين بأمير المسلمين، فكان المرابطون الجيش الذي لا يهزم. رفض أمير المؤمنين يوسف رحمه الله الجلوس في الأندلس لأنهم قوم لا تناسب جلودهم الحرير. وقبل رجوعه إلى المغرب قام بجمع ملوك الطوائف ونصحهم بالاتفاق والالتفاف، وأن تكون كلمتهم واحدة، وما إن رجع إلى المغرب حتى تدهورت الأوضاع مجددا في الأندلس، وعادت الخلافات بين ملوك الطوائف إلى سابق عهدها. وأخذ ألفونسو السادس يفيق من هول الصدمة ويسترد قوته، وعمل على مواصلة عدوانه على الأراضي الأندلسية وضغطه على ملوك الطوائف والثأر لما ناله من المرابطين. فاضطر يوسف بن تاشفين إلى أن يعود ثانية إلى الأندلس مجاهدا في ربيع الأول سنة 481 من الهجرة، الموافق لعام 1088 من الميلاد، ودعا ملوك الطوائف للوقوف والقتال معه، فلم يستجب له سوى المعتمد بن عباد وتميم وعبد الله بن بلقين صاحبا ملقى وغرناطة وبعض الأمراء الآخرين. إلا أن ملوك الطوائف عمدوا هذه المرة للغدر بابن تاشفين، فقطعوا الإمدادات عن معسكراته وأبرموا معاهدات سرية مع ألفونسو السادس، وزودوه بالأموال والهدايا كي يكون نصيرهم ضد التدخل المرابطي. فطالب أهالي الأندلس بإجماع الفقهاء وعلماء الدين بعزل ملوك الطوائف وتوحيد الأندلس مع المغرب، فجاءته فتاوى علماء المشرق تؤيد هذا الرأي. وبناء على هذا عبر المرابطون إلى الأندلس وهاجموا طليطلة، وقطعوا الطريق على ألفونسو السادس وجيوشه كي لا يمد ملوك الطوائف بالمساعدة، ثم شرعوا يضمون المدينة تلو المدينة والحصن تلو الحصن،
وما كاد يوسف بن تاشفين ينتهي من تحقيق انتصاراته حتى تهيأ للنضال في شرق الأندلس التي بدت وكأنها على وشك السقوط في أيدي الممالك المسيحية المجاورة. فسير ابنه محمد بن عائشة على رأس جيش كبير إلى مرسية، فخلع صاحبها وضمها، ثم دخل وبرا والدانية وشطبة، ثم ضمت بلنيسيا وتلتها بطليوس، وتوحدت الأندلس وتحولت إلى ولاية تابعة للدولة المرابطية. ولم يبقى خارج نطاق هذه الوحدة سوى إمارة سرقسطة، وذلك بسبب موقعها الحدودي الخاص. توفي يوسف بن تاشفين في الواحد من محرم عام 500 من الهجرة، الموافق لعام 1106 من الميلاد، وخلفه ابنه علي الذي تابع سياسة أبيه في حروب الصليبيين، فأرسل حملة عسكرية لغزو أراضي قشتالة، ففتحت مدينة أقليش وعاد إليها طابعها الإسلامي، وقضت على الجيش القشتالي، فاستطاع القائد علي بن يوسف إرجاع أراضي الأندلس ورد إليها الإسلام، وحقق انتصارات كبيرة على الممالك الصليبية المجاورة، كما ضم عددا من مدن البرتغال للدولة المرابطية الإسلامية في سنة 503 للهجرة، وسيطر بعدها المرابطون على سرقسطة بالكامل. كانت الدولة المرابطية قلعة الإسلام المنيعة ضد الصليبيين، إلى أن سقطت مراكش العاصمة المرابطية بيد عبد المؤمن بن علي زعيم الحركة الموحدية في 18 من شوال لعام 541 من الهجرة، الموافق 24 من آذار لعام 1147 من الميلاد. وقتل آخر أمراء المرابطين إبراهيم بن تاشفين، وجلس الموحدون على عرش المرابطين، وآلت إليهم أملاكهم بما فيها الأندلس التي بدأت تضعف بعد زوال الدولة المرابطية. ففقد المسلمون في بداية العهد الموحدي جميع قواعدهم في الثغر الأعلى، على الرغم من أن الموحدين جاهدوا الصليبيين في كامل أنحاء الأندلس، إلا أن الخيانات كانت خنجرا في ظهورهم. بعد وفاة أبي يعقوب يوسف، تولى ولده أبا يوسف يعقوب المنصور شؤون الخلافة الموحدية، فأبرم صلحا مع ألفونسو الثامن ليتفرغ لقتال مملكة البرتغال انتقاما لهزيمة والده ومقتله على يد البرتغاليين. وبعد أن استرد بعض الحصون عاد إلى المغرب، فانتهز ألفونسو الثامن هذه الفرصة ونقض المعاهدة وهاجم أراضي الأندلس حتى بلغ جنوبها، ودمرت قواته في طريقها كل شيء بدون هوادة أو رحمة. وما إن علم الخليفة الموحدي بما جرى في الأندلس حتى عبر إليها على رأس جيش كبير بلغ تعداده أكثر من 100,000 مقاتل، والتحم مع القشتاليين في رحى معركة طاحنة، وهزمهم هزيمة قاسية، وكبدهم نحو 30,000 قتيلا، وقضى على قوتهم المدنية، وأدخلهم في كبوة عسكرية دامت عدة سنوات. عملت الممالك النصرانية بعد أن أدركت مدى حرج وضعها إثر هزيمتها في معركة الأرك على التحالف ونبذ الخلافات والتصدي للخطر الإسلامي، واتفقت جميع على غزو الأندلس والتعاون على قتال المسلمين. بارك البابا أنوسنت الثالث هذه الخطوة، وأيد قيام حملة صليبية في إيبيريا مناشدا الملوك والأمراء المسيحيين للمساعدة، فتوافد المتطوعون وفرسان الجمعيات الدينية من كافة أنحاء المدن الإسبانية والفرنسية بقيادة رجال الدين، وقد تقلدوا شارة الصليب، واحتشد أكثر من 200,000 مقاتل من الفرسان والمشاة، والتقت جمعان يوم الاثنين 15 من سفر عام 609 للهجرة، الموافق 17 من يوليو عام 1212 من الميلاد، ودارت بينهما معركة ضارية انهزم فيها المسلمون وانسحبوا عائدين إلى إشبيلية.
قضت تلك الهزيمة نهائياً على سمعة الموحدين العسكرية في شبه الجزيرة الإيبيرية، وتحطم الدرع الذي كانت تشكله الجيوش الموحدية القادمة من وراء البحر لحماية المسلمين في الأندلس. ومع وفاة محمد الناصر أخذت دولة الموحدين تنهار في المغرب، تبعتها الأندلس، فقد جاء بعده خلفاء ضعاف لم يكونوا على مستوى الأحداث الخطيرة آنذاك. توزع الحكم في الأندلس بعد وفاة محمد الناصر بين ثلاثة من أخوته، أولهم عبد الله في بلنسيا ودانيا وشطبة ومرسيا، وأبو الحسن في غرناطة، وأبو العلاء إدريس في قرطبة. وسرعان ما دبت الخلافات بين هؤلاء، وطمع كل منهم بأراضي الآخر، فاشتعلت الحروب بينهم. وتحالف الأمير عبد الله مع فرناندو الثالث ملك قشتالة، وغرقت الأندلس في الحروب الأهلية من جهة والهجمات الصليبية من جهة ثانية، وتقطعت أوصالها إلى إمارات متناحرة بين ملوك المسلمين، سيطر فيها أمير غرناطة محمد بن الأحمر على الأجزاء الجنوبية من الأندلس. وفي الوقت الذي اندلعت فيه الثورات في ربوع الأندلس، كانت الممالك الصليبية تسير بخطى ثابتة، وتتطلع بأمل إلى انتزاع كافة المدن الأندلسية من أيدي المسلمين، مستغلة انهيار جبهتهم الدفاعية وتراجع قوتهم العسكرية. فبدأ ألفونسو التاسع بالهجوم على الأندلس، وفتح الطريق لباقي المدن الأندلسية. وفي أواخر ربيع الآخر سنة 633 للهجرة، سار جيش صليبي ضخم وضرب الحصار على قرطبة، فنضبت أقواتها واضطر سكانها للتفاوض معهم بشأن التسليم. فدخل الصليبيين المدينة في 22 من شوال لعام 633 للهجرة، وأعقب سقوطها خضوع معظم البلدات والحصون التابعة لها، بعد أن حكمها المسلمون مدة 525 سنة. وخلال الفترة الممتدة بين عامي 614 648 للهجرة، كانت جميع مدن وثغور غربي الأندلس قد سقطت كلها في أيدي البرتغاليين، وبذلك تم القضاء نهائيا على سلطان المسلمين في الأراضي البرتغالية. لم يبق في أيدي المسلمين في إيبيريا سوى مملكة غرناطة الواقعة في جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية، وقد صمدت هذه المملكة مدة قرنين ونصف على الرغم من صغر حجمها الجغرافي وقلة عدد سكانها، وحافظت على ما بقي للمسلمين من سلطان سياسي وتراث حضاري. ويرجع صمودها إلى عدة أسباب، أهمها بعدها عن الممالك الصليبية وقربها من المغرب، مما سهل عليها طلب العون والمدد العسكري عند الحاجة. والسبب الثاني للصمود تدريب أهلها على القتال وحمل السلاح والاستعداد الدائم لملاقاة العدو والتزام سكانها بالقتال، لكن حشد الصليبيين الكبير أدى إلى هزيمة قاسية في معركة طريف، وكانت تلك الهزيمة نذيراً باقتراب نهاية الصراع على مصير الأندلس. وعلى مدار 25 عام توالت الهزائم على المسلمين، فخسروا معظم أراضيهم في غرناطة. وفي 12 من صفر لعام 897 للهجرة، الموافق للخامس عشر من كانون الأول عام 1491، وقع الوزير أبا القاسم بن عبد الملك بالنيابة عن الملك أبا عبد الله محمد بن علي معاهدة مع الملك فرناندو الخامس، سلم بموجبها غرناطة وكافة أعمالها إلى القشتاليين، ودخلوها يوم الاثنين في الواحد من ربيع الأول لعام 897 للهجرة، الموافق للثاني من كانون الثاني عام 1492. وبسقوط غرناطة سقطت الأندلس نهائيا، وأسدل الستار على تاريخ المسلمين فيها.
إن الغرب الصليبي تعلم من أخطائه الطويلة أن سبب ضعفه هو الانقسام الكبير والتناحر الطويل، فعمد على توحيد صفوفه ضد المسلمين الذين أضاعوا الأندلس بسبب الانحراف والبعد عن شرع الله وعن المنهج الإسلامي الذي وضعه وسماه، وانغماسهم في اللهو والشهوات واستضافة الغانيات القانيات الموبقات، وبناءهم للقصور بدلا من بناء الحصون، وبدلا من تقويم الضعف والانقسام توجهوا إلى القتال فيما بينهم والاحتدام، وفي طلب للسلطة والنفوذ تحالفوا مع الصليبيين والمجوس الذين أمدوهم بالسلاح والعتاد من أجل الإعماق في جروحهم وإشعال الفتنة عليهم. وفي الوقت الذي كان يجب على العلماء الدعوة للإصلاح ووقف الهرج والنباح، انشغلوا في شرح القشور وتركوا الفتنة تمور وتجور، ونافقوا أمراء الطوائف لكسب ودهم وأيدوهم بالفتاوى على بعضهم، فكانت سنة الله الواحدة، فتوحد الجيش الصليبي وأطاح بحكم المسلمين في الأندلس. إن الغرب يعلم تماما هذه الحقيقة، وهي أن العرب توحدت كلمتهم وقويت شوكتهم بالإسلام، وما إن تركوا نهجه حتى عادوا كما كانوا مفرقين مشتتين، ولكن الغرب يخفي هذه الحقيقة في الوقت الذي أصبح فيه أغلب العرب المسلمين متناحرين مخدرين بالقومية والتبعية ومشتتي الفكر ببرامج الترفيه ومسابقات الغناء والمواهب، يتنازعون فيما بينهم بسبب كرة جلدية منفوخة بالهواء. فما نهاية هذا الأمر؟ لعل الأندلس تكون عبرة أو شرارة تنقذ قلوبنا التي توقفت، أو توقظ عقولنا التي نامت منذ زمن طويل.